اليوم بنخرج مجموعة من الدورات تحت مسمى فوج الشهيد شاكر الزيدان، رحم الله الشهيد شاكر الزيدان، واحنا اليوم بنكرم عائلته بتخريج مجموعة من الدورات المميزة. اليوم احنا بنستهدف مجموعة من الشباب تلقوا دورات كثير رائعة ومميزة حتى يلقوا فرص عمل في سوق العمل. اليوم دوراتنا بتحصل على كثير قبول من قبل المجتمع، واحنا مباشرة بنربط بعد ما يتخرج المشترك بالدورات بنربطه بسوق العمل وبنهيئه حتى يحصل على وظيفة، لأنه بتعرف الوظائف موجودة نوعا ما قليلة، ونوعا ما المشاريع والبرامج اللي احنا بنحصل عليها من المؤسسات الدولية والمحلية بتمكننا وبتساعدنا حتى نخفف شوية على المشتركين والمتدربين. أخذت أنا في هاي الدورة مستوى اللغة الثانية في المستوى الإنجليزي، كانت كتير منيحة، أنا استفدت فيها كتير لأنه طورت نفسي باللغة الإنجليزية واكتسبت مهارات إني كيف أحكي مع علاقات اجتماعية، يعني أطور حالي في العلاقات الاجتماعية بالإنجليزي. وبتمنى من كل الخريجين يكملوا ياخذوا اكثر من هيك، يعني يكملوا في اشياء ثانيه. نحن تخرجنا اليوم من دوره خلايا شمسيه، الدوره كثير استفدنا منها، احنا اخذنا الجانب النظري في الجامعه بس لحد هسه ما في اللي هو الجانب العملي، فاحنا سجلنا في الدوره هاي وطلعنا طلعات ميدانيه بصراحه واستفدنا كثير من الخلايا.